ميتين اور كورس، وان شاء الله النهارده هنشرح اول توتوريال اناتومي بعنوان البلاد سبلاي اوف ذا جي اي تي. التوتوريال ده ما هو الا كوليكشن، تجميع لكل البلاد سبلاي اللي احنا خدناها بتاعه الاورجنز، خدناها في المحاضرات واللي احنا لسه هناخدها ان شاء الله. تمام تمام دي كده بسم الله. مش عارف صوتي لسه في امي بحنا من لساني. في معلومتين قبل ما ابدا محتاجه ان انا ابقى عارفاهم عشان هيسهلوا عليا ان انا افهم البلاد سبلاي مش ازاي. اول معلومه هي احنا عارفين في الامبيولوجي ان الامبيو ده في الاول كان حاجه اسمها ايه، كان بيتكون حاجه اسمها برميتيف جت. دي كانت مسؤوله عنها تكون لي جي اي تي. برميتيف جت دي كانت بتتقسم لكذا جزء. كانت بتتقسم من اول جزء اسمه الفور جت، وتاني جزء اسمه الميد جت، وتالت جزء اسمه ايه، اسمه الهايند جت. كل جزء من الاجزاء دي بيبتدي يحصل له ديفلوبمنت ويكون لي اورجانس من الجي اي تي. اللي انا عايز اعرفه هنا ايه الاوجت اللي كل بارت من دول هيدوهم. تمام دي كده بسم الله. اول بارت معايا الفوكت. اشوف الفوكت بتدي منين. الفوكت واخد من اول خالص، بيدي اول اوجت خالص، بيدي اول بيت الاسوفيجاس اللي المفروض يبقى فيه ايه الفاينكس في الاوركافيتي. بعد كده ايه، دي الاسوفيجاس. بعد كده داخل على الستومك، يديني الستومك. بعد كده داخل على الفيرست بارت اوف ذا سمول انتستين اللي هو كان اسمه ايه ده، دودرم. بيديني الدودرم كله؟ قال لك لا مش الدودرم كله. قال لك الدودرم احنا بنقسمه ليه فيرست بارت وسكند بارت وثيرد بارت وفورث بارت. قال لك الفور جت بتخلص بالظبط هنا كده، بتخلص عند الميدل اوف ذا سكند بارت اوف ذا اوف ذا دودرم. يعني هو هنا عاملها غلط، هي هنا دي المفروض نهايتها فين، الميدل اوف ذا سكند بارت اوف ذا دودرم. خلص الفور جت، اكمل بعدها بالايه، بالميد جت. اشوف الميد جت بقى تكمل تديني بقيت ايه، بقيت الجي اي تي. فاضل ايه؟ فاضل بقيه السكند بارت، بعد كده الثيرد بارت، بعد كده الفورث بارت. جميل كده خلصنا الدودرم. تدخل بعد كده مديالي ايه؟ مديالي جوجرم. تخلص الجوجرم بتقول مديالي الايه؟ مديالي الاليوم. كده خلصنا السمول انتستين. ادخل بعد كده على اللارج انتستين. ايه اول جزء عندي في اللارج انتستين؟ اول جزء معايا اسمه ايه؟ اسمه السيكم. السيكم ده كده في حته كده تحت اسمها الايه؟ اسمها الابندكس. تمام طيب هو بيدي الابندكس، بيقوم مديه السيكم، بعد كده يدخل يديني الايه؟ الكولون. يقوم يديك الايه؟ اسندنج كولون وترانزفيرس كولون. هل بيديك الترانزفيرس كولون كله؟ قال لك لا برضه. الترانزفيرس كولون بنقسمه لايه؟ بنقسمه لجزئين، بنقسمه تلتين وتلت، تلتين ناحيه رايت وتلتين ناحيه ليفت. الميد جت بتنتهي بالظبط، واخده بتاخد بس بالظبط ايه، بتاخد التلتين ناحيه رايت دول، وتقوم واقفه هنا عند الجنكشن ده. تمام كده يبقى عند الجنكشن ده نعرف ان الميد جت خلصت. جميل جميل. اكمل بعد كده الايه، اخر حاجه معايا الهايند جت. المهضه الباقي بقى تاخد اخر التلت معايا اللي هو الليفت وان ثيرد اوف ذا ترانزفيرس كولون، تقوم مكمله واخده الديسندنج كولون، بعد كده تاخد ايه السيجمويد كولون، كمل تاخد الريكتم والانر كمان. تمام كده كده احنا قسمنا التراكت. في حتتين فاضلين في جي اي دي اللي هم مين؟ تو جلاند اللي هم الليفر والبنكرياس. توزيعتهم ازاي وتقسيمتهم ازاي؟ الليفر جاي من فوق، جاي من الفور جت. جميل جميل خلصنا من الليفر. طيب البنكرياس قال لك في حوار شويه. البنكرياس احنا عارفين انه بيتكون من هيد ونك وبادي وتيل. طيب جميل، قال لك ان الدك والبادي والتيل دول بيجوا منين؟ الدك والبادي والتيل بيجوا من الفور جت من فوق. تمام تمام. طيب والهيد؟ الهيد المفروض بنقسمها جزئين. تمام، نص فوق نص تحت. النص اللي فوق ده هيجي من الميد جت، النص اللي فوق ده هيجي من الفور جت، والنص اللي تحت ده هيجي من ايه؟ من الميد جت. يبقى تاني تاني بنجمع المكياس. المكياس كان عباره عن ايه؟ هيد ونك وبادي وتيل. طيب النك والبادي والتيل دول جايين منين؟ جايين من فوق من الفور جت. طيب الهيد قسمناه لجزئين، جزء النص اللي فوق جاي من الفور جت، والنص اللي تحت جاي من الميد جت. تمام تمام كده خلاص. تاني معلومه محتاجه ان انا اعرفها ايه بقى؟ تاني معلومه محتاجه اعرفها هي في الامبريو برضه كل الاورجنز في بدايه التكوين خالص بتبقى موجوده فين؟ بتكون لازقه في البوستيريور ابدومينال وول. كل الاورجنز لازقه في البوستيريور ابدومينال وول. طيب البلاس سبلاي بتاعها في الاول بيكون ايه؟ بيكون جاي من كلها من حاجه اسمها الابدومينال اورتا. فاكرين الابدومينال اورتا ده كان عباره عن ايه؟ كان عباره عن كونتينويشن للديسندنج ثوراسيك اورتا. تمام،
قال لك مع الديفلوبمنت بقى والبيرد عمال يكبر بتبتدي تكون حاجه اسمها ايه البوتونيوم. احنا كل ده هنعرفه بالتفصيل ان شاء الله في محاضره البوتونيوم. البوتونيوم ده عباره عن ايه؟ عباره عن بالونه كبيره كده بتظهر جوه الايه جوه الجي اي تي، شويه اورجانز بتبتدي تطلع جوه البالونه دي وشويه اورجانز بتفضل بره. جميل جدا. السؤال هنا بقى، السؤال هنا، هل البلاد سبلاي بتاع الاورجانز دي هيختلف؟ لا. قال لك لا، معلومه ثابته وصحيحه في الامبيولوجي ان الاورجان مهما حصل ديفلوبمنت او مكانه اتغير هو نفس البلاد سبلاي الاساسي بتاعه الاولاني بتاعه. فبالتالي ايه؟ فبالتالي كل الجي اي تي واخد بلاد سبلاي منين؟ واخد من الابدومينال اورتا بالظبط، او سبيسيفيك بقى منين؟ من الثري برانشز، المين برانشز بتوع الايه؟ بتوع الابدومينال اورتا. تمام. اكمل. نقعد بس النقعد اللي احنا قلناها قبل كده، هو نقعد ديفيجن اللي احنا قلناها الفور جات والميد جات والهايد جات. الفور جات عندي كانت بتبتدي الاول ايه؟ ابدومينال الاسوفجس داون تو ذا ميد لاين اوف ذا سكند بارت اوف ذا ابدومينال. تمام. تاخد معايا ايه؟ الليفر، واخد معايا النيك والبادي والتيل بتوع المركز، ونص الهيد اللي فوق بتوع المركز. تمام. طيب والميد جات تبتدي الاول فين؟ تكمل من اول ايه؟ من اول الميج ودوينال البليل اللي هي الميدل اوف ذا سكند بارت اوف ذا ودنا، لحد ايه؟ لحد الجنكشن بتوين ذا رايت تو ثيرد اند ذا ليفت وان ثيرد اوف ذا ترانسفيرس كولوم. يعني تاخد اول تتلم من الايه؟ من الترانسفيرس كولوم، وكمان معاها ايه؟ معاها نص الهيد اللي تحت. جميل جميل. طيب الهايند جات تاخد ايه؟ تاخد الباقي بقى، تاخد من اول الجنكشن بين الرايت تو ثيرد والليفت وان ثيرد اللي هو في الترانسفيرس كولوم، اللي هو ايه؟ اللي هو الليفت وان ثيرد المتبقي. فبتقوم مكمله داون تو ذا ميد واي اوف ذا اينال الكنال، بس كده تدخل في ايه؟ الهاي جات. تمام تمام. هنقول دلوقتي السبلاي التقسيم بتاعتها كده. احنا قلنا ايه؟ اتكلمنا على الديفيجنز بتاعت الجي اي تي، اتكلمنا على الديفيجن بتاعت الدايجستيف ايه سيستم، وقفنا كل واحد ايه اللي بين. احنا قلنا ايه؟ احنا نوصل بس للمعلومه الاساسيه اللي انا عارفاها دلوقتي، اللي انا عايز اعرفها ان كلهم بياخدوا بلس الله منين؟ من ابدون الاوطا. منين؟ من ابدون الاوطا، من 3 ميجر برانشز. ايه هم 3 ميجر برانشز؟ اول برانش معي اسمه سيلياك ترانك، سيلياك ترانك. ثاني برانش معي اسمه السوبيريور ميزنتريك، سوبيريور ميزنتريك. واخر برانش معي اسمه ايه؟ اسمه الانفيريور ميزنتريك، انفيريور ميزنتريك. تمام تمام. تتمهم ازاي بقى؟ او كلهم طالعين منين؟ قال لك كلهم طالعين من الانتيريور سيرفيس اوف ذا ابدون الاوطا اهو. كلهم طالعين منين؟ السيلك طنك ده اول واحد فوق، ده بس اول واحد فوق طالع منين؟ طالع at the level of the ايه؟ of the upper border بتاع اللمبر فيتيبي. يعني ايه؟ طالع قصاد اللمبر فيتيبي، قصاد الابر بوردر بتاعها. جميل جدا. بيغذي لي ايه السيلك طنك ده؟ ده مسؤول عن تغذيه الفور كاب. تمام تمام. طبيعي هو اللي فوق. عندي بعد كده بعديه مين؟ عندي بعديه السوبيريور ميزنتريك. السوبيريور ميزنتريك ده تحتيه على طول، لازق فيه على طول. ده في الابر بوردر، ده هيبقى في اللور بوردر، هيبقى في الليفل بتاع اللور بوردر بتاع اللمبر 1 فيرتيبري. جميل جميل. السوبيريور ميزنتريك ده بيغذي لي مين؟ بيغذي لي الميد جت، بيغذي لي الميد جت. جميل جميل. اخر واحد معايا هو الانفيريور ميزنتريك، لا ده بعيد عنهم شويه، ده طالع من الليفل بتاع لمبر 3 فيرتيبري. بيغذي لي مين؟ بيغذي لي الهايند جت. كده احنا خدنا يعني ايه نبذه سريعه عن كل واحد، نبتدي بقى نتكلم عن كل واحد بالايه؟ بالتفصيل. تمام. احنا قلنا الابدومين الاوطا قسمناها قلنا سيلياك تانك وسوبيريور ميزنتريك وانفيريور ميزنتريك. السيلياك تانك ده بيغذيلي ايه؟ بيغذيلي الفور جات. السوبيريور ميزنتريك ده بيغذيلي الميد جات، والانفيريور ميزنتريك بيغذيلي الهارد جات. ايه المطلوب ان انا هذاكره في التوتوريال ده؟ المطلوب ان انا بدي اعرف الكورس بتاع كل واحد والبرانشز بتوع كل واحد. نكمل. نبدا بقى اول واحد معانا هو السيلياك تانك. تمام. بسم الله. ابتدي اول الكورس بتاعه. طالع من السيلياك تانك لسه قايلين، طالع من الانتيريور سيرفيس بتاع الابدومينال، بتاع الابدومينال اورتا. تمام تمام. فين بالظبط؟ طالع بيلو حته كده اسمها ايه؟ اسمها فتحه اسمها اورتيك هايتس. اورتيك هايتس دي اللي كانت بيمشي هنا الديسندنت فاسك اورتا، يقوم داخل في الفتحه دي الاورتيك هايتس اللي هي فتحه في الدافع، يقوم داخل فيها يقوم متحول لابدومينال اورتا. وطالع طبعا هو طالع ايه؟ بيلو الفتحه دي تحتها على طول. تمام تمام. دي نوع دي سيلياك تانك. ده مسؤول عن تغذية ايه؟ من مسؤول عن تغذية الفور جات، كل الأورجانز الفور جات. تعالى بقى نتكلم عن البنشات بتاعته. مبدئيا كده السيلياك تانك بيديني تلاتة برانشز. ايه هما تلاتة برانشز؟ بيديني تلاتة برانشز، اتنين ناحية الليفت وواحد ناحية الرايت. انا مش عايز اقول من الأول، نبتدي ناخد كل برانش لوحده الأول. تمام. بعد كده نجمعهم في الآخر.
اتنين ناحيه الليفت. اول واحد معايا ناحيه الليفت هيبقى مين؟ هيبقى حاجه اسمه الليفت جاستريك ارت، وده احنا عارفينه من زمان من ايام الاستبق. الليفت جاستريك ارت الكورس بتاعه ازاي او ماشي ازاي؟ يطلع الاول على الليزر كافيتشر ويقوم ماشي 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 فوق 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 لحد ما يوصل لايه؟ للكارديو اسوفجيال جانكشن، عند حته اسمها ايه؟ كاردياك نوتش. تمام. بعد كده يقوم عامل ريفلكس يقوم نازل تاني يوصل لحد ما يوصل لحته اسمها ايه؟ الانجولار نوتش. جميل. الباشن بتاعته بقى وهو طالع كده بيغذي لي ايه؟ قال لك من اسمه، كل بنش هنعرف بيغذي من اسمه، اسمه جاستريك اه، يبقى طلع لي ايه؟ جاستريك بنشز. تمام. مش هو كمان طالع ناحيه الاسوفجاس اه، فيديله المره هيديله ايه؟ هيديله اسوفجيال بنشز. يبقى اول واحد معايا بنش من السيلياك ترانك هو مين؟ هو الليفت جاستريك ارتري. الليفت جاستريك ارتري ده طالع ازاي؟ طالع على الليزر كافيتشر لحد ما يوصل للكارديو اسوفجيال جنكشن، يوم ايه؟ ويقوم نازل تحت تاني لحد الايكولر مش تمام. بيديني اتنين بنشز، اسمه من اسمه جاستريك هيديني ايه؟ جاستريك بنشز. وطالع الاسوفجاس يبقى يديني اسوفجيال بنش. يبقى كده خلصنا اول واحد ناحيه الليفت. تاني واحد بقى معايا ناحيه الليفت هيبقى مين؟ هيبقى بنش اسمه السبلينيك ارتري. السبلينيك ارتري ماشي ازاي بقى؟ السبلينيك ارتري ده السبلينيك ارتري ده طالع هو ناحيه الليفت من السيليا فرانك والاستومك او شايفين النقط دي معناها ان هو ايه؟ بيهايند الاستومك، انها مخبيه يعني كده. بيبقى ماشي عليه على الابر بوردر اوف ذا بانكياس اهو، ماشي هنا اهو ادي ماشي على البادي والتيل بتاع البانكياس على الابر بوردر بتاعه. تمام. لحد ما يوصل للجريتر كيرفتشر. قال لك لما بيوصل للجريتر كيرفتشر ابتدى هو يديني ايه؟ يديني فور برانشز. فور برانشز هما الفور برانشز دول بقى من اسمه، اول حاجه من اسمه، اسمه سبلينك اه، يبقى هيديني سبلينك برانشز. تمام. مش هو ماشي على الجريتر كيرفتشر؟ ما الجريتر كيرفتشر بتاع مين؟ بتاع الاستومك، يعني مش هيديها حاجه يعني ماشي بالحساب. المهم يعني مش عاجبك كافيتشر فايه؟ فهيدي اتنين للاستومك. يبقى هو ده واحد سبلينك، بعد كده يقوم مدي ايه؟ ان هو ماشي عاجبك كافيتشر يقوم مدي اتنين للاستومك. مين اتنين للاستومك؟ اول واحد اسمه شورت جاستريك ارتيز. الشورت جاستريك ارتيز دي بتغذي لي ايه؟ بتغذي لي الفانتس، ادي الفانتس. تمام. وتاني واحد للاستومك اللي هو ايه؟ اسمه ليفت جاستو ابيبلوك ارتري. ليفت جاستو ابيبلوك يفضل ماشي عاجبك كافيتشر لحد ما يروح يعمل انستموزس مع ايه؟ يعمل انستموزس مع الرايت جاستو ابيبلوك. تمام. واحد ماشي معايا بما ان هو احنا قلنا ايه؟ قلنا هو داخل ازاي؟ قلنا داخل ماشي كده على الابر بوردر بتاع البنكياس، يعني مش هيديله برضه، ما هيديله طبيعي يعني. هيدي لك بنكياتك برانشز تقوم مغذيه لي ايه؟ مغذيه لي البادي والتيل بتاع البنكياس. يبقى تاني نبقى كده سبينك ارتي. فالسبينك ارتي ده ايه؟ ده تاني واحد طالع من الليفت سايد بتاع السيلياك ترانك، طالع ازاي؟ بيفضل طالع ناحيه الليفت كده يقوم ماشي هو الايه؟ هو الاستومك. يفضل ماشي على الابر بوردر بتاع البنكياس فيقوم يحاول مديله ايه؟ مديله بنكياتك برانشز. يوم واصل دي الجريتر كيرفتش اللي بيسموه ديفيجن، هيديني اول حاجه من اسمه، هيديني ايه؟ يديني سبلينك برانشز تروح للسبلين، تدخل في الهايلاند بتاعت السبلين. تمام. وان هو ماشي على الجريتر كيرفتش هيدي اتنين للاستومك. ايه هما الاتنين بتوع الاستومك؟ شورت جاستريك ارتريز تروح تغذيه الفانتس. تمام. والليفت جاستو ابيبلويك ارتري يروح يعمل انستموزس مع الايه؟ مع رايت جاستو ابيبلويك ارتري. تمام. كده خلصنا الاتنين بتوع الليفت، اتنين ليفت بتوع السيليا بتاعنا. فاضل لي اخر واحد اللي كان ناحيته عادي. اسمه ايه بقى اللي كان ناحيته عادي؟ اسمه ايه؟ اسمه كومن هيباتيك ارتري. كومن هيباتيك ارتري من اسم كومن هيباتيك، يبقى هيبقى رايح فين؟ رايح ناحيه الليفر. جميل اهو، طالع كده على الرايت سايد يقوم رايح ناحيه الليفر. بيديك كام باش الكومن هيباتيك ده؟ بيديك قلم، بيديك فور باشز. اول حاجه بيحصل له ديفيجن، بيديك ايه؟ بيديك انتيرور اند بوستيرور هيباتيك ارتري، دول اللي بيدخلوا جوه الليفر وبيغذوه. تمام. وقال لك رايت هيباتيك ارتري ده بيديني حاجه اسمها ايه؟ السيستيك ارتري. لو تفتكر في محاضره الليفر، السيستيك ارتري ده كان بيروح يغذي لي الجول بلادر. يبقى تاني اول باش الهيباتيك اسمه ايه؟ يحصل له ديفيجن، اول حاجه يحصل له ديفيجن يديني انتيرور اند بوستيرور هيباتيك ارتري تروح تغذي لي ايه؟ اللوبز بتاعت الليفر. ورايت هيباتيك ده كان مطلع لي السيستيك ارتري يروح يغذي لي ايه؟ الجول بلادر. تمام. تاني باش معايا بقى واللي هو ايه؟ دي قصه برضه اسمه ايه؟ اسمه الجاسترو دويدنال ارتري. جاسترو دويدنال ارتري اهو، بعد كده الكومن هيباتيك احمد لي رايت انتيوسي واحمد لي ايه؟ الجاسترو. المهم يعني جاسترو دويدنال ارتري من اسمه جاسترو دويدنال، يبقى هيغذي لي ايه؟ هيغذي لي جزء في الاستمك وجزء في الدويدنال. ينزل تحت اهو من الواد دويدنال اهو، بعد كده يحصل له ايه؟ ديفيجن. يحصل له ديفيجن يدي تو برانشز. اول برانش معايا اسمه ايه؟ اسمه رايت جاسترو ابيبلوك ارتري. رايت جاسترو ابيبلوك يفضل ماشي على الجريتر كيرفتشر لحد ما يعمل ايه؟ يعمل انستموزس مع الليفت جاستو البلو. تمام. ده كده غزالي ايه؟ الجزء اللي غزالي الاستومك. طيب الجزء التاني اللي هيغذيه الدودنال ده اسمه ايه؟ اسمه سوبيريور بانكياتيكو دودنال ارت. اسمه سوبيريور بانكياتيكو دودنال ارت من اسمه، من اسمه
بنكرياس وجدودرم، يبقى هيغذي لي ايه؟ بنكرياس وجدودرم. هيغذي لي انهي جزء في الجدودرم؟ الجزء بتاعي اللي تبع الفقرات فوق، هيغذي لي الفيرست بارت اوف الجدودرم. جميل جميل. طب بنكرياسك هيغذي لي جزء من البنكرياس. نركز بقى هنا، نركز هنا، ايه الجزء من البنكرياس اللي هيغذيه؟ احنا قلنا، احنا قلنا قبل كده النيك والبادي والتيل، دول خلاص السبينك ارتري هيغذيهم البنكرياتيك برانشز. طيب بقى لي مين؟ بقى لي الهيد. الهيد دي احنا كنا قسمناها نص فوق ونص تحت. انا كده واخده النص اللي فين؟ انا في النص اللي فوق، يبقى انا كده بغذي الميد جت. فانا بالتالي ايه؟ السوبيريور بانكرياتيك كونتريبيوتور ده هيغذي النص بتاع الهيد اللي فوق، النص اللي فوق بتاع الهيد بتاع البنكرياس. جميل جميل. يبقى نلم تاني، انا عندي الجاست والدودرنال ده ماشي ورا الدودرنال، يفضل ماشي ماشي ماشي. حد بيعمل ايه؟ سم ديفيجن. ديفيجن ايه؟ لغايه جاست والبلوك، وهيبقى السموزس مع الليفت جاست والبلوك، ويبقى لي ايه؟ سوبيريور بانكرياتيك كونتريبيوتور ارتري، يغذي لي الفيرست بارت اوف الدودرنال ونص الهيد اللي فوق بتاع البنكرياس. جميل جدا. واخر برانش معايا من الكومن هيباتيك، اخر برانش من الفور برانشز، كان اسمه ايه؟ اسمه سوبر ودينال ارتري. السوبر ودينال ارتري ده بيسموه اوكيجينال ارتري. يعني ايه اوكيجينال ارتري؟ بيقول لك اوكيجينال ارتري يعني هو قد يكون موجود او لا، يعني ممكن الاقيه بعض الناس ممكن ما الاقيهوش بعض الناس. يعني معلومه كده حلوه كده. المهم نلم بقى الهيباتيك ارتري. لو الهيباتيك ارتري ده اللي كان طالع لي ايه؟ طالع لي راحت وايت سايد، كان اتنين ناحيه الليفت واتنين واحد ناحيه وايت. طيب يفضل طالع من اسم هيباتيك، يبقى اول حاجه اتجاهه فين؟ اتجاهه ناحيه الليفر، يروح ناحيه الليفر يدخل جوه يمد يحصل ديفيجن، يديني انتيريور سوري يديني ليفت وايت هيباتيك ارتري، هيغذي لي ايه؟ اللوبس بتاع الليفر. وايت هيباتيك ده يطلع لي سيستيك ارتري، تغذي لي الجول بلاد. جميل جميل كده. خلصت نازل كده مديني ايه؟ مديني هنا جاستو ودينا الارتري. جاستو ودينا ده من اسمه هيغذي لي جزء في الطبق وجزء في الدودرم. هيديني ايه؟ هيديني وايت جاستو بلوك ارتري، هي يعني انستموزس مع الليفت جاستو والدودرم. طيب الدودرم هيديني سوبيريور بانكرياتيك ودودرم ارتري، يروح يغذي لي الفيرست بارت اوف الدودرم والنص الهيد اللي فوق بتاع البنكرياس. جميل جميل. واخر بانش من الهيباتيك ارتري هو اسمه ايه؟ اسمه سوبر دودرم ارتري اللي هو كان اوكيجينال ارتري. احنا كده خلصنا السيليا بتاعنا كده، اتكلمنا على الايه؟ على الاثنين كده، اتكلمنا على كل واحد بالتفصيل والبرشات بتاعه. الافضل لما تيجي تذاكر انك تذاكر من الصوره دي، يعني نحفظ الصوره دي ونعمل لها فوتو ميموري. انا عارفه ان الكلام ممكن يبان صعب شويه او كده بس في الاول، لكن انت قدام بس ما تبص في عينك على الصور وتقرا الكلام تحفظ الصوره دي. البرشات دي هتكون بسيطه جدا والكورس ده هيكون سهل جدا ان شاء الله. جميل جميل. نكمل بقى الدقه بقى عشان ايه؟ عشان يعني نستجع المعلومات. اول حاجه الليفت جاستيك ارتري، احنا قلنا ايه؟ اسيند تو ذا كارديو اسوفاجيال جانكشن، زين الديسند الونج ذا ليزر كافيتي. كنا كان بيطلع فوق، نفتكر بقى بالفوتو ميموري، كان بيطلع فوق وبعد كده يقوم نازل تحت، يعمل ريفلكس وينزل تحت. تو ذا لونج ليزر كافيتي الونج ذا ليزر كافيتي اوف ذا ستومك ات اندس باي انستموزينج وذ ذا رايت جاستيك ارتري. جميل جميل. كان بيديني برشات ايه؟ من اسمه جاستيك هيبقى يديني ايه؟ جاستيك برانش. كان بيطلع فوق الاسوفاجس هيديله كمان اسوفاجيال برانشز. تاني معايا واحد معايا كان ناحيه الليفت، كان اسمه الايه؟ السبينك ارتري. كان ماشي زي السبينك ارتري ده، كان ماشي وان الاستومك اهو، كان ماشي وان الاستومك. ات رانز الونج ذا ابر بورتر اوف ذا بانكرياس ان تورشوس كورس. كان بيفضل ماشي وان الاستومك على الايه؟ على الابر بورتر بتاع البانكرياس في شكل تورشوس كده، كان شكله معرض يعني. تمام تمام. بما ان هو كان ماشي على البانكرياس بيقول لك بيديني ايه؟ بيديني بانكرياتيك بانشز. تمام تمام. بعد كده ابتدى ياخد لجيتك الفيش، يوم يدي لي يوم يدي لي اثنين، اثنين بتوع الاستمك. كان مين اثنين بتوع الاستمك؟ يديك شورت جاستيك برانشز بتغذي الفانوس اوف الاستمك، وليفت جاستيك بلوك ارتري كان بيعمل انستموزنج مع ليه؟ مع رايت جاستيك بلوك ارتري الونج ذا جريتر كافيتي اوف الاستمك اهو. كان بيديك شورت جاستيك ارتري بتغذي الفانوس، و ليفت جاستيك بلوك يعمل انستموزنج مع ليه؟ مع رايت جاستيك بلوك الونج الجريتر كافيتي. جميل جميل. واخر حاجه اللي المفروض تبقى اول حاجه السبلينك ارتري، يبقى طبيعي هيبعت ايه؟ هيبعت سبلينك برانشز للسبلين، تعمل السبلينك برانشز. تمام تمام. اخر واحد معايا هو مين؟ هو الكومن هيباتيك ارتري. الكومن هيباتيك ارتري ده كان بيديني ايه؟ هو بدا على طول البرانشات بتاعته، كان الاول كده بيجي على رايت سايد. ده انا نسيت اقول ده خالص، نسيت اقول رايت جاستيك ارتري وانا بشرح على اسمها. المهم هي كانت على اسمها، يعني نرجع على اسمها، نرجع على اسمها ولا مش مهم. تمام. كان الكومن هيباتيك ارتري ده اهو، فين فين ادي الكومن هيباتيك ارتري. كان بيديني ايه؟ كان بينزل تحت، كان بيطلع من رايت سايد. تمام. لو قلنا اسمه هيباتيك فكان يروح على طول يمشي يمشي على الهيباتيك، بيدي يدخل جوه الليفر يدي لي انتيريور سوري يديني ليفت وايت هيباتيك ارتري، يروح يغذوا لي الايه؟ اللوبس بتاع الليفر.
لغايه اوتوماتيك ده كان بيطلع لي سيستم ارت وينزل لي كول برودكت. انزل تحت جاستو دويدنال يحصل له ديفيجن دي دي ايه دي جاستو بلوك ارت يعمل لي اكستموز مع الليفت جاستو بلوك وسوبير ميكانيكو دويدنال ارت. تمام تمام و كان بيمشي على الليزر كرفيشر مدي ايه مدي هنا رايت جاستو ارت. رايت جاستو ارت ده كان بيفضل ماشي على الليزر كرفيشر جوه الايه جوه الليزر اومنتوم ويعمل لي انستموز مع ايه يعمل لي انستموز مع الليفت جاستو ارت. كمية يعني اكتر واحد كان ايه كان الصبح دودنا بس كده اهو قال كده البرشات بتاعته نقاها. بس احنا قلنا اول واحد دي كان رايت جاستيك ارتي اللي كان بيعمل انستموزس مع ايه مع الليفت جاستيك ارتي. تمام تاني واحد معانا احنا قلنا جاست دودنا ارتي كان بيحصل ديفيجن انتو ايه انتو رايت جاستو بلوك ارتي اهو رايت جاستو بلوك ارتي وسوبير مكات كدودنا ارتي ادي سوبير مكات كدودنا ارتي. تمام ده البنش كان ايه كان بيديك رايت اند ليفت هيماتيك ارتريز اهم رايت اند ليفت هيماتيك ارتريز ليفت رايت اهو كان بيروح يعملوا ايه يغذوا الفانكشنال لوبس اوف ذا ليفر. تمام ولا قال لك رايت هيماتيك ده كان بيديك سيستيك ارتري اللي كان بيغذي ايه كان بيغذي الجول بلاد. تمام تمام واخد واحد معايا اللي هو السوبر دويدنال ارتري ده كان اوفيجنال ارتري قد يكون موجود او قد لا يكون موجود. تمام تمام فاضل اخر نقطه معايا في السيليك تانك وهو الانستموزس. ايه الانستموزس؟ احنا هنا ذكرنا الانستموزس ايه مرتين. فين بقى ذكرناهم مرتين فين؟ نقولهم ذكرنا اول واحد احنا قلنا ايه؟ قلنا الليفت جاستيك ارتي اللي كان طالع منين؟ كان طالع من السيليك ترانك ذات نفسه. تمام تمام كان يفضل ماشي كده على ايه؟ على اللي ساكر بيتشر نزل تحت ويعمل لي انستموزس مع ايه؟ يعمل لي انستموزس مع رايت جاستيك ارتي. اللي كان جاي منين رايت جاستيك ارتي ده؟ كان جاي من الكومن هيباتيك الكومن هيباتيك ارتي. تمام تمام ده كده اول انستموزس معايا. طيب تاني انستموزس كانت ايه؟ تاني انستموزس كانت الليفت جاستو بلوك ارتري اللي كان جاي من الاسبلينيك ارتري يفضل ماشي على الجريتر كافيتشر ويحمل انستموزس مع ايه؟ يعمل انستموزس مع رايت جاستو بلوك ارتري اللي كان جاي من رايت جاستو بلوك. واحده واحده كان جاي من هنا كان اسمه ايه؟ كان اسمه جاستو ودويدنال ارتري اللي كان جاي من الكومون هيباتيك. هل اللي هي جاي منين؟ ده جاي منين؟ ده مهم؟ اه مهم. نكمل بقى تاني بنش معايا من السوبيريور ميزنتيك ارتري. احنا كده خلصت خلاص الايه السيليك تانك. نكمل بقى تاني بنش اللي هو السوبيريور ميزنتيك ارتري. ناخد نفتكر كده السوبيريور ميزنتيك ارتري ده كان بتاع مين؟ السوبيريور ميزنتيك ارتري ده اللي كان بيغذي لي الميد كات. جميل. كان طالع منين؟ كان طالع عند الليفل من الانتيريور سيرفيس بتاع الابدومين اهو عند الليفل اوف ذا لور بوردر اوف ذا ايه لمبر 1 فيرتيبرا. جميل كده. اعرف بس الريليشن بتاعته. قال لك يا ماما اعرف الريليشن بتاعته. دي انتيريور ريليشن ودي بوستيريور ريليشن. انتيريور ريليشن حاجتين وبوستيريور ريليشن حاجتين. الانتيريور ريليشن بنكياسه فين والبوستيريور ريليشن بنكياسه فين. يعني نسهل كده ونرتب الامور في دماغنا. تمام تمام. اول حاجه ندرسها الانتيريور ريليشن. احنا عارفين المكياس ادي الهيد وادي الايه ادي النك ادي البودي وادي التيل. تمام تمام. فبالتالي الحته اللي هنا كده الانتيريور ريليشن بتاعته هتبقى ايه؟ تبقى النك. تمام تمام. قال لك الفين بقى حاكف ظهر البنكياس من ورا. كنا يعني اذا ذاكر مهاره البنكياس هيلاقيها على طول افتكاها. اسمه الاسبلينك فين. الاسبلينك فين ده كان يفضل ماشي ناحيه من التيل كده يبقى ماشي التيل والبودي كده ويتحد مع فين هنا من التيل والبورتال فين. ما علينا. اعرف بس الانتيريور ريليشن هو ليه هو النك والبنكياس اللي الحته دي ومن ورا النك هيبقى فيه ايه الاسبلينك فين. طب بالنسبه للبوستيريور ريليشن قال لك الهيد بتاع البنكياس اللي هي بوسيس كده اسمه ايه؟ اسمه انسينيت بوسيس. السوبير ميزنتك ده يروح جاي ايه جاي معدي من قدام الانسينيت بوسيس ده. تمام تمام. بس السوبير ميزنتك يفضل جاي معدي من ايه من قدام الانسينيت بوسيس وبيعدي من قدام حاجه كمان اسمها الايه اسمها الليفت رينال فين. يعني المفروض ان رينا بتبقى هنا او هنا مش عارف صح. المهم ان رينا دي بتبعت ايه بتبعت فين يعدي ورا السوبير ميزنتك كارتري عشان يروح يفتح فين يصب في الافيو فينكين. ما علينا. المهم ان انا اعرف البوستيريور ريليشن او مين انسينيت بوسيس والبنكياس مين اسر ده بقى. تعالى نقرا بقى. الكورس it begins immediately below the celiac trunk at the level of the lower border of the lumbar one vertebrae. It is the artery of the mid gut. Relation بتاعته عليه anterior relation وليه posterior relation. ليه anterior relation وليه posterior relation. الانتيريور بتاعي يبقى النك والبنكياس وواو على طول سبيرنج فين. والبوستيريور ريليشن تبقى الانسينيت بروسيس والبنكياس والثيرد بارت اوف ذا دويدنم والليفت رينال فين. تمام كده هي ماشيه قدام الثيرد بارت اوف ذا دويدنم اهو. بعد كده بيكمل ايه الترانز انسايد ذا روت اوف ميزنتري. الروت اوف ميزنتري ده عباره عن فتحه في الميزنتريك. هنعرفها اكتر في محطه السمول انتستين او ذا سمول انتستين توجذر وذ ذا سوبيريور ميزنتريك فين. ماشي معاه اللازق فيه الايه الفين بتاعه. هنعرف بقى الايد بتاعه في الايه. المهم بقى كده خلصنا الكورس. هتبقى كده على ايه على البرشز بتاعته.
بيديه بقى الايه سوبر ريزلتك ارت ده، قالك بيديك 5 برانشز نتكلم كده في دماغنا 5 برانشز. طب ايه كده بنبدا بس اول برانشات خلينا بس نفتكر قلنا كده كان بيغذي مين، كان بيغذي الميد كات، كانت في منين لفين الميد كات، احنا قلنا من اول الميدل اوف ذا سكند بارت اوف دودنا هنا كده، تفضل بقى تكمل بقى تاخد الثيرد الفورث الاليا الجوجينم الاليا اللارج انتستين والاسندين كولون والديسندين سوري الاسندين كولون والترانسفيرس كولون لحد ما فين اخبص اول ايه اول تلتين الليفت تو ثيرد واب هنا عند الجنكشن ده. تمام تاني فكرنا بس الاسئله بايه بحدود الميد كات عشان هتفيدنا دلوقتي. فاول بنش معايا من السبيو مسيرتي كان مين؟ بنش اسمه الانفيريو بانكياتيكو دودينال ارتري اهو فين 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 اهو السبيو انفيريو السبيو بانكياتيكو سوري الانفيريو بانكياتيكو دودينال ارتري. احنا قلنا السبيو فين؟ قلنا السبيو اللي كان طالع من الدودينال ارتري اللي كان طالع من ايه؟ من الكومن هيباتيك ده فوق بيغذيه حته في الايه؟ في الفوكا. انما الانفيريو لا الانفيريو ده طالع تبع بقى الايه؟ تبع الميد كات بقى بيغذيلي ايه الانفيريو بانكياتيكو دودينال من اسمه هيغذيلي جزء من البنكياس وجزء من الدودينال. ايه الجزء من الدودينال اللي ما اتغذاش في الفوكات؟ طبيعي جدا بقيه الدودينال اللي هو السكند والثيرد والفورث بارت. طب ايه الجزء من البنكياس؟ الجزء من البنكياس اللي احنا قلناه احنا قلنا نيك والبادي والتيل ونص الهيد اللي فوق تبع الفوكات خلاص خلصنا. الجزء الوحيد اللي تبع المين كات نص الهيد اللي تحت. تمام جميل يبقى اول ماشي معايا كده خلصنا الانفيريو بانكياتيكو دودينال ارتري سوري ده الانفيريو بانكياتيكو دودينال ارتري. اكمل بعد كده تاني برانش معايا ايه كده خلصنا الدويدنم. هو بيمشي بالترتيب يعني انا عايزك بس تركز معايا في النقطه دي ان هو بيمشي بالترتيب يعني هو غذى الاول الدويدنم يجي بيبعد بعد كده باش يقوم مغذي الجوجنم بعد كده والاليوم وبعد كده باش يقوم مغذي الايه السيكم بعد كده اللارج الكولون وكده يعني ماشي بالترتيب. فاول برانش احنا قلنا خلاص غذى الايه غذى بقيه الدويدنم. طيب تاني برانش معايا اسمه ايه جوجينال اند اليال بانشز من اسمها هتروح تغذي لي ايه؟ هتغذي لي جوجينال والاليو. جميل جميل خلاص. طيب ثالث بانش معايا اسمه ايه؟ اسمه الاليو كوليك ارتري من اسمه اليو كوليك يبقى طبيعي هيغذي لي جزء من الاليو هيبعت لي بانشز تغذي لي جزء من الاليو وجزء ثاني من ايه؟ من الكولون اللي هو الاسندنج والترانسفيرس وكده. ايه الجزء بقى؟ فايه البانشات بتاعته بقى؟ اول حاجه بانش معايا اسمه ايه؟ تيرمينال اليال ارتري. فين التيرمينال اليال ارتري؟ اهو هو ده الترمينال اليال ارتري ده من اسمه هيغذي لي اخر جزء من الاليوم خالص. تمام تمام. طيب تاني بقى معايا ايه؟ كمل كده احنا خلصنا ايه؟ خلصنا الاليوم خلصنا اسمه الانتستين. هتبقى كده على ايه؟ هتبقى كده على اللارج انتستين. احنا قلنا كان اول ايه؟ اول بارت من اللارج انتستين كان مين؟ كان السيكم. فبالتالي تاني بقى معايا هيبقى الانتيريور اند بوستيريور ايه؟ اهو الانتيريور اند بوستيريور سيكال ارتري. كان بيغذي لي مين؟ كان بيغذي لي السيكم. في حته هنا تحت كده بننساها على طول اسمها ايه؟ اسمها الابندكس. فاللي هي برضه ارتري بتاع اسمه الابندكولار ارتري. ادي تالت بقى معايا. تطلع فوق تطلع فوق ده اسمه ايه؟ ده دخلنا كده في الكولون هتغذي الاسندنج كولون هيغذيه برانش اسمه الاسندنج كوليك ارتري. تمام تمام نلم كده الاليو كوليك ارتري تاني. احنا خلصنا جوجينال والاليوم قلنا ليهم ايه؟ ليهم جوجينال اند اليال برانشز. طيب اهو طيب بالنسبه ليه الاليو كوليك ارتري الاليو كوليك ارتري يديني كذا برانش. اول برانش معايا يديني التيرمينال اليال ارتري يغذي لي اخر جزء من الاليوم يديني انتيو اند بوستيريو سيكوت يقوم مغذي لي ايه؟ يغذي لي السيكوت ابنديكولا للابندكس. اسندنج كوليك ارتري يغذي لي ايه؟ يغذي لي جزء من اسندنج كولب. جميل جميل. بعد كده اخر اتنين معايا المشاة بتوع السوبر ميزندك هو مين؟ عندي رايت كوليك ارتري وعندي الميدل كوليك ارتري. الرايت كوليك ارتري ده بين واخد من اول فين؟ ياخد اخر جزء من اسندنج كولب. تمام تمام. احنا كنا وقفنا هنا عند اسندنج كوليك ارتري هنا اه اخد جزء كذاب. طيب الباقي ده مين هيغذيه؟ رايت كوليك ارتري. جميل جميل. طيب واخر جزء عندي من الميد جات هيغذيها مين؟ هيغذيها الميدل كوليك ارتري. هيفضل مغذي الترانسفيرس كله لحد الجنكشن ما بين ايه؟ ما بين الليفت تو ثيرد ورايت وان ثيرد. تعالى بقى نلم اللي احنا قلناه ده كله نلم اللي احنا قلناه ده كله علينا بقى ماشي نلم البشات كلها. احنا قلنا ايه؟ قلنا السوبير ميزنتيك ارتري اهو ادي السوبير ميزنتيك ارتري ليه كام برانش؟ ليه خمس برانشات. اول برانش معايا كانت تكمله. احنا بنكمل مين؟ بنكمل الفوركات. بنكمل بقى ندخل بقى في الميد جات. اول برانش معايا اسمه ايه؟ اسمه الانفير بانكياتيكو دودينال ارتري. كان بيغذي لي ايه؟ كان بيغذي لي بقيه الدودينال وكان بيغذي لي نص الهيد اللي تحت بتاعت البنكياس. جميل جميل. خلصنا كده الدودينال. عندي بقى كده ايه؟ جوجينال اند اليال برانش. جوجينال اند اليال برانش اهي
اهي تقوم مغذيه لي مين؟ مغذيه لي جوجل ام ويل اليم. جوجل ام ويل اليم هنا بس هو شايلها. علي بعد كده مين؟ علي بعد كده اليو كوليك ارتو يبتدي ان هو يخلو يديني كذا برانش. اليو كوليك ارتو يبعت لي كذا برانش. اول برانش معايا واحد للترمينال اليال ارتو يروح يغذي مين؟ الترمينال اليال. طيب تاني واحد معايا اسمه ايه؟ انتيور اند بوستيور اهو انتيور اند بوستيور سيكال ارتو يقوم مغذيين مين؟ مغذيين السيكال. تمام. والابندكس اللي تحت يبعت لها برانش ابندكولار ارتو يمين ويطلع بعد اسندنج كولين بعد ايه؟ اسندنج كوليك ارتو. كده خلصت مين؟ خلصت برانشات اليو كوليك ارتو. اخد مين برانش معايا كانوا مين؟ كان معايا كوليك ارتري يغذي لي بقيه الاسندنج كولون. وبعد كده الميدل كوليك ارتري يغذي ايه؟ يغذي لي الجزء اللي معايا من الترانسفيرس كولون. تمام. اللي هو ايه؟ اللي هو الليفت تو ثيرد. هنا كان واقف حد هنا ليفت تو ثيرد. وكده نكون خلصنا السوبيريور ميزنتريك ارتري. جميل جميل. اتمنى ان شاء الله يكون واضح. اكمل بقى اخر معايا خالص في التوتوريال اخر معايا خالص هو ايه؟ هو الانفيريور ميزنتريك ارتري. افتكر كده ان فيو بزنتك ارتي ده كان طالع منين؟ احنا كان طالع من الانتيور سيرفيس اوف ذا ابدومينال اوتا. تمام. عند الليفل بتاع لمبر ايه 3 فيرتيبي. تمام. الكورس بتاعه ازاي او ماشي ازاي بقى؟ هو يفضل نازل كده تحت خالص من ايه؟ هو تحتهم خالص تحت السيليك ترانك تحت السيليك ميزنتك نازل كده يفضل نازل ايه؟ يعني كده معدي ورا الثيرد بارت اوف ذا ابدومينال. بعد كده يبدأ ماشي على عضلة اسمها ايه؟ اسمها الليفت فورس ميرو. يبدأ ماشي عليها ناحية الليفت ليفت ليفت لحد ما يوصل فين؟ لحد ما يوصل ليه البلفس. قالك ان اللي فيه ميزنتريك ارتري ده ده سوري هنا اللي فيه ميزنتريك ارتري ده بيبتدي ان هو يعدي البلفس بيغير اسمه. احنا شفنا الحوار ده كتير شفنا الحركة دي كتير لما عدى البلفس بيبتدي يغير اسمه. غير اسمه لايه؟ لسوبير ريكتال ارتري. الكورس بتاعه البيجنز ات سليبنج اوف ذا اللي 3 فيرتيبي لمبه 3 فيرتيبي بيهايند ذا ثيرد بارت اوف ذا دودينم ذا ثيرد بارت اوف ذا دودينم ات از ذا سمولست اوف ذا 3 انتيرير برانشز اوف ذا دودينم اوتا هو ده اصغر واحد ات از ذا ارتري اوف ذا هايند جت. تمام. ات هاز ا كيرفد كورس تيرمينيتنج ات ذا ميدل اوف ذا ليفت كومن الياك ارتري ويت كونتينوس ات ذا بلفس ات ذا سوبير ريكتال ارتري. يعني هي ان احنا سائلين احنا قلنا ان هو بيفضل مكمل اول ما يعدي البلفس بيغير اسمه بدل ما هو انفيرير ميزنتريك يتحول ليه لسوبير ريكتال ارتري. البرشات بتاعته هما تلات برشات لطاف خالص وسهلين مفهمش اي حاجه. احنا كنا وقفنا فين في الميد جات؟ وقفنا عند الترانسفيرس كولون صح؟ وقفنا هنا عند الجنكشن ده. طيب مين اللي هيجذب لي الباقي ده؟ الباقي ده اسمه ايه الاول؟ الباقي ده اسمه الهايند جات. كانوا مين الهايند جات؟ كان اخر الليفت وانس هيرت وكان الديسندنج كولون والسيجمويد كولون وريكتال من الانر كلام. مسؤول عن تغذيتهم لسه قايلين هو الفيرم زيت. عطيه تلات برشات ماشيه كده بالترتيب. اول حاجه الليفت كوليك ارتري او ماشي بقى اسمه الليفت كوليك ارتري. الليفت كوليك ارتري ده هيغذي لك ايه؟ هيغذي لك بقيه الترانسفيرس كولون اللي هو الليفت وان ثيرد ويغذي لك كمان معاهم ايه؟ الديسندنج كولون. جميل جميل. عندنا بعد كده السيجمويد برشز من اسمها سيجمويد يبقى تروح تغذي مين؟ مغذيه للسيجمويد كولون. تمام تمام. اخر حاجه بقى الايه؟ السوبير ريكتال ارتري وهو يعني هو في الحقيقه هو ما هو الا ايه؟ هو كونتينويشن هو ده تكمله الانفيوميزنتك. الفيوم بزنتك بس هو لما جه عند الفلفس راح مغير اسمه راح مسمي نفسه ايه؟ سوبير ريكتال ارتري. وكده نكون خلصنا الفيوم بزنتك يعني. تمام تمام. نلم كده بس السريع تاني. احنا قلنا لو الكوست بتاعه نازل من ايه؟ نازل من الليفل اوف لمبر 3 في تيبي بيهايند ثيرد بارت اوف ذا دودينم هو اصغر واحد يفضل ماشي 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 على ايه؟ على الليفت فورس ميجر لحد ما يوصل للبيرفس بعد كده يبتدي ان هو يغير اسمه لايه؟ لسوبير ريكتال ارتري. ولا ان هو مسؤول عن تغذيه ايه؟ ميلي الهايند جت اي اجزاء الهايند جت ليه؟ عن طريق ثلاث برشات بتوع اما الثلاث برشات بتوع او حاجه الليفت كوليك ارتري يعني يغذي لي الليفت وان ثيرد اوف ذا ترانسفيرس كولون والديسندنج كولون والسيجمويد كولون سوري الليفت كوليك ارتري يغذي لي يغذي لي الليفت وان ثيرد اوف ترانسفيرس كولون والديسندنج كولون. طيب بعد كده مين السيجمويد برانشز تغذي لي مين؟ تغذي لي السيجمويد كولون. بعد كده السوبير ريكتال ارتري اللي هو كونتينيشن بتاعه. جميل جميل. اخر حته معايا في التوتوريال اللي اكون خلصت حاجه اسمها ايه؟ حاجه اسمها رجع لي حاجه اسمها الباجنال ارتري. ايه بقى الباجنال ارتري ده؟ انتوا خدتوا بالكم واحنا بنشرح يعني واحنا بنقول البرشات بتاعت السوبير ميزنتك والانفيرير ميزنتك بالذات في اللارج انتستن خدت بالك من ايه؟ خدت بالك من ان انا عماله اكمل ان ايه؟ ان عماله الاقي ايه؟ الاقي الارتري بيخلص الارتري اللي بعديه بياخد الحته اللي بعده الارتري اللي ده يخلص الارتري اللي بعديه ياخد الحته اللي بعده
قطي خلص حلقة القطي بعديها كل حتة اللي بعد تحس كده ده هي انها دية وشغالة يعني سبحان الله. اول جزء معانا كان ايه زي يعني مثلا ايه كان عندي ايه كل قطي كان ليه كذا باش كان اول حاجة من دي كان بديه كده من ايليام بينزل بيت ايليام كان يجيب اول ايه انتيو وبوستيو سيكل قطي ينزل بيت بوستيو سيكل تمام بعد كده كمل بعد كده اسند كولك ينزل جزء من اسند كول بعد كده باش اللي هو ايه الوايت كولك يقوم مكمل مغزيه بقيه الاسند كول بعد كده ايه خلص ده يقوم مكمل الميدل كولك يقوم مكمل ايه يغزل لي الجزء بتاعي من الترانسفيرس كول اقف عند مين عند الميد كات او مكمله بايه بالفيو ميزنتك يقوم مطلع لي باش طلع لي باش اللي هو ايه الليفت كولك ات يغزل لي مين يغزل لي بقيه الليفت واتسورد بتاع الترانسفيرس كول ويقوم مكمل ايه الديسندك اخر واحد معايا ستيجمويد يغزل لي ستيجمويد كول والكونتينيوشن بقى بتاعه بقى اللي هو الايه السوبر اكتر ارتي تمام تمام فانت خدت بقى كده ايه ان كل ما باش يخلص واحد تاني يبتدي واحد يخلص التاني يبتدي فقال لك ان الكونكشن ما بين السوبر والابيوميزنتريك ده او الانستموز دي كلها سميناها حاجه اسمها ايه ماجينال ارتي سميناها ايه ماجينال ارتي هي بتكون واضحه يعني الماجينال ارتي ده هو عباره عن ايه ارتي كونكشن ما بين السوبر اند الابيوميزنتريك ارتي اهو It's formed by anastomosing between right, middle, left, colic arteries. اهو ادي right وادي الميدل right غزة هنا اهو والميدل غزة هنا اهو وادي الليفت غزة هنا اهو تمام وكده ان شاء الله يكون التوتوريال بتاعنا خلص يعني صار مش هادة تكبر دي مش مظبوطة المهم يعني هشيل مش هنعرف نعدل الصور مش عارفه اظبط الصوره تاني بس انا هنا كنت كاتبه ايه كنت كاتبه للدكتوره اكيد عليها او شكل الاسئله هتيجي ازاي اهو معلش صبرا اهو شكل الاسئله كنت بس كتبت شكل الاسئله هتيجي ازاي الدكتور قال لي ان شكل الاسئله مش هتيجي مباشر الاسئله هيبقى هتيجي يعني بشكل غير مباشر بمعنى ايه بمعنى ان انا مش هاجي اقول لك كل ده من بشات مثلا كل ده من بشات الليفت جاستريك ما عدا ايه كل ده من بشات السيليك تانك ما عدا ايه قالت لا وانا شايفه انها صعبه قوي بصراحه انها تجيب حاجه غير كده بس يعني ادينا نكمل معايا هي قالت مثلا ممكن تسالك ايه ممكن تسالك مثلا ايه البشات اللي بتغذي لك الاستمك طلع القلم بقى ان مفيش قلم ايه البنشات مثلا اللي بتغذي لك الاستومك هتقول ايه هما كانوا خمس بنشات لما تيجي تجمعهم كده لما تيجي تجمعهم بقى من كل البلس سبلاي هتلاقي معاك ايه الليفت جاستك هتلاقي معاك رايت جاستك هتلاقي معاك الليفت جاستك والبلوك هتلاقي معاك ايه رايت جاستك والبلوك واخر حاجه الشورت جاستك الارتي السؤال هيجي ازاي السؤال هيقول لك مثلا ان الليفت جاستك ارتي ده كان جاي منين هتفتكر كده الليفت جاستك ارتي كان طالع على طول من السيليك تانك طيب الرايت جاستك ارتي ده كان جاي منين لا ده كان طالع من الهيباتيك اللي كان طالع من الهيباتيك اللي كان طالع من السيليك تانك تمام تمام هو يعني السؤال هيجي كده انا حاولت ده اجمعهم كل واحد هيجي ازاي يعني الاستومك اهي وادي الدويدنامين وادي البنكاس وادي الليفر كل جزء جاي له بلس سبلاي ازاي ان شاء الله يعني الاسئله تيجي فيه بسيطه يعني ما تجيش بالتعقيد اللي هي بتقول عليها ان شاء الله مش معقده ولا حاجه انت بس حفظت الفوتو ميمي حفظت الصور الوحيده انتوا عارفين ان انا ما ركزتش على اكتر من صوره في التوتوريال لان ان انا مش عايز صور كتير هي صوره واحده اللي احنا شفناها دي هي الصوره دي صوره جميله دي بصراحه واخده لك ايه واخده لك السيكشن كله تمام تحفظها وتركز عليها وتبقى تحفظ بقى ايه ده ماشي ازاي وده بيغذي مين وبيكمل بعده ايه وهكذا بس وكده ان شاء الله نكون خلصنا التوتوريال بتاع النهارده اتمنى ان انا اكون وفقت شرحه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته